السلام عليكم متابعينا الكرام. ما من مسلم حتى وإن كان لله عاصيا إلا ويتشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الله عز وجل صحبته شرفا لا يوازيه أي شرف. فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي من المبشرات التي تفرح القلب وتسعد النفس، فهي تنطوي على بشرى عظيمة، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة، حيث لا مكان لرؤيته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا في الجنة. ولكن كيف نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل سيظهر لنا بصورة حقيقية؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. عزيزي المشاهد، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته في هذا الفيديو، فلا تحرم نفسك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وقال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. رواه البخاري. وفي رواية مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة. ولكن كيف نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأمور التي نفعلها وتجعلنا نشاهده في منامنا؟ نحن نستطيع أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن أراد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما يشغل تفكيره، فعليه أولا أن يزكي ويطهر نفسه من جميع العيوب، ويقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، ويكثر من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويشغل وقته كله في ذكره والصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويجاهد نفسه بأن يصلي عليه كل يوم على الأقل 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وذلك بأي صيغة كانت في أي وقت كان، ويكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كما أوصى. ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكين شوق الرائي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته، وإلى ذلك الإشارة بقوله: فسيراني في اليقظة، أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي، وصل إلى رؤية محبوبه وظفر به بكل مطلوبه. ومن الأسباب التي تجعل المسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام متوقفة بعد فضل الله تعالى على طاعة الله سبحانه جل في علاه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، والشوق لرؤيته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أتقى لله عز وجل وأكثر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان توقع رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر احتمالا من غيره. ولا يلزم من عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عدم صلاح الشخص، ولا يلزم أيضا من شدة التقوى والمتابعة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر في النهاية توفيق من الله تعالى وفضل من الله جل في علاه يؤتيه من يشاء. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرحة لا تضاهيها فرحة، وأمنية غالية لا تدانيها أمنية. فالمسلم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم مستعد لأن يبذل أهله وماله مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.